نعلن ولله الحمد نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية إمام الحسين عليه السلام لعام 1440 هجرية موافق 2018 ميلادية، رغم أنه نقول في كربلاء المقدسة لا زال أكو أعداد كبيرة من الزوار. لذلك نحمد الله حمدا كثيرا، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغا لغايته ولا انقطاعه لأمده، حمدا على هذا النصر الكبير المؤزر بحماية الحشود المليونية التي توجهت إلى كربلاء المقدسة من أكثر من أسبوعين، ولغاية هذه اليوم ميزة هذه الزيارة بدأها بوقت مبكر ولا زالت مستمرة، ربما لا تنتهي إلا بعد يومين أو ثلاث. تميزت هذه الزيارة بتضافر كل الجهود بدون استثناء بالعمليات المستمرة الاستباقية. ما ميز هذه الزيارة الروح والنفس الحسيني المتميز من كل القطاعات الأمنية بدون استثناء، مع قطاعات الحشد البطلة، قطاعات الداخلية، الدفاع، ما يتعلق بالمفارز الاختصاصية، الدوائر الخدمية، وما يتعلق بخدمة الزائر الكريم. لله الحمد زيارة مميزة من كل النواحي، رغم حقيقة نقولها ولازم نحترف لشعبنا وناسنا انه لا زالت تحتاج كربلاء المقدسة المزيد من المشاريع المتعلقة، خاصة المتعلقة بموضوع النقل. موضوع النقل شائك ومعقد وكبير، نحتاج الى دراسة، ويفضل الناشد كل الجهات المعنية من الان لاستغلال الوقت للزيارات القادمة بوضع دراسات تحليلية تتعلق بالطرق وانسيابية الحركة وما يتعلق بنقل الزوار.